السلام عليكم شباب بنات، اللهم يحفظكم بجاه الإمام الحسين عليه السلام. علم النفس يقول الحزن يضعف الرئة، خوش، والرئة إذا ضعفت راح يقل النفس، وإذا قل النفس الإنسان راح يضعف يموت، خوش. إحنا ليش بزمن صدام حسين الناس كانت تموت قليلة كلش، تقريبا 10%، وهسه الناس بس تموت. راح يقول لك صدام كان موفر الغذاء والناس فرحانين، لا ونانا راح يقول طواغي وهاي، لا هاي الكلاوات طائفية خل تولي. أنا أقول لك الناس بزمن صدام ناس بسيطين ما يدونون لا فلوس لا هاي، ناس يعني إذا واحد شفته بزمن صدام إذا انطيته بطل مي، سجادة، قرآن، أي شيء مسهرية يحمد الله ويشكره، يبقى يحمد الله ويشكره منه لحد طولة العمر. اليوم كانوا يتمنون يلقون عندهم بس سلعة واحدة، يا ناس بهذا وقت ما يموتون فيفرحانين. هسه راح يقول ما فرحانين بصدام، لا فرحانين كانوا نعمتهم فما يموتون، ماكو حزن، يعني حزن مثقل فرحانين. اما هسه شنو هسه؟ هسه كل من هذول بتيك توك موسيقى حزينة، اسمع موسيقى عن الصديق، اسمع موسيقى عن الحبيبان، اسمع موسيقى، يسمع يموت ويدق على راسه ديق ديق وهاي نشيد حسين، يحطون ويا موسيقى خايب. الموسيقى هي حرام، تحطها ويا نشيد حسيني، نشيد حسيني مو حرام، تحطها ويا موسيقى شلون بالله موسيقى. مثلا سألنا الكرة الأرضية منهم أهل العزوبية، زيارة 40 تقول الشاهد، هو يحط وياها موسيقى. أدري يا أخي هي أغنية لك نشيد قراية، فهذا السبب ماكو رجال لا ذاك الرئيسين الاثنينهم لا صدام حسين بخير ولا هذولاك خوش. بعد يجي قشمر عليكم هذولا مو زينين وهذاك زين ما ادري شنو. سلام.